عظيم هو الله ومتعال جدا في قوته وعظمته فوق الجميع. السماء تحدث بعظمته والفلك يخبر بعمل يديه. يوم إلى يوم يذيع كلاما، وليل إلى ليل يبدي علما. عندما خلق الله السماوات والأرض، خلق الإنسان أيضا من تراب الأرض، ونفخ فيه نسمة حياة. لقد خلق الله المحب الإنسان ذكرا وأنثى على صورته، لكي تكون له معهما علاقة طيبة. وفي البداية كان يتقيان الله ويكرمانه ويعيشان في علاقة طيبة معه. ظل الحال هكذا حتى جاء الشيطان يوما وجرب المرأة لكي تأكل من ثمر الشجرة المحرمة، فأكلت وأعطت رجلها أيضا فأكل. وبهذا تمرد البشر على الله وضلوا. ونتيجة لتلك الخطية انفصل الإنسان عن الله وطرد من جنة عدن. وما زال الله يحب الإنسان ولم يرغب في الانفصال عنه. لكن كيف يتغاضى الله عن خطأ الإنسان وهو الإله القدوس وهو مصدر العدل الكامل؟ ويكشف الله عن مشيئته لخلاص العالم في كتابه المقدس. من أوائل الذين رأوا هذه الخطة وهي تتكشف كان إبراهيم. كان إبراهيم رجلا بارا، وقد وعده الله أن يباركه ويجعل نسله كرمل البحر في الكثرة ونجوم السماء في العدد. وطلب الله من إبراهيم أن يقدم ابنه ذبيحة له، وذلك ليختبر إيمانه. وآمن إبراهيم بالله وسعى لأن يطيعه. إذ رفع سكينه ليذبح ابنه أوقفه ملاك الله، فقد رأى أن إبراهيم يخاف الله وكان مستعدا أن يطيعه للنهاية. ثم رأى إبراهيم كبشا مربوطا من قرنيه في فرع شجرة، فقدمه ذبيحة لله بدلا من ابنه. وبهذا عرف الله إبراهيم أن حملا أو حيوانا مثله يجب أن يذبح ككفارة مؤقتة حتى يرسل الله ذبيحته النهائية التي تكفر عن خطية البشر. وبدلا من أن تفصل الخطية الإنسان عن الله، تستعيد الذبيحة العلاقة مع الله. ويخبرنا الكتاب المقدس عن شخص يأتي ليكون هو الذبيحة الأخيرة عن خطية العالم. وكما أخذ الكبش مكان ابن إبراهيم، سيأخذ هذا الشخص مكان البشر
حتى يمكن أن تغفر خطيتهم. هذا الشخص هو المسيح الآتي ليصالح العالم ثانية مع الله مرة واحدة. وقد تنبأ الأنبياء كثيرا وبالتفصيل عن المسيح من قبل أن يظهر بمئات السنين. تنبأ إشعياء النبي أن المسيح سيولد بمعجزة. العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعى ابن الله بالمعنى الروحي لذلك. وتنبأ النبي ميخا بأن المسيح سيولد في بيت لحم، بينما تنبأ زكريا بأنه سيدخل أورشليم على جحش، وأن يهوذا تلميذه سيخونه. وقد تنبأ إشعياء عما سيفعله المسيح عندما يأتي. مسحه الرب ليبشر المساكين، ويشفي المنكسر القلوب، وينادي للمأسورين بالحرية، ويعلن أن الوقت قد جاء ليخلص الله شعبه. فمن إذن كان المسيح؟ في القرن الأول جاء نبي اسمه يسوع. ظن البعض أنه هو الذي تنبأ عنه الأنبياء. هل يمكن أن يكون هذا صحيحا؟ هل تحقق في حياته ما تنبأوا به؟ هل كان يسوع أعظم من مجرد نبي؟ وسنرى فيما بعد قصته كما رواها من عاشوا معه، وكما سجلت في الكتاب المقدس. يقوم بدور يسوع المسيح أحد الممثلين، ورغم أن أحدا لا يستحق أن يمثل هذا الدور، إلا أننا فعلنا ذلك لكي نتعلم ونستفيد من حياة يسوع. أيها الأصدقاء، سنتحدث إليكم بالتفصيل عن الأمور التي حدثت منذ البداية لكي تتعرفوا على صحة التعليم والحق الذي أتى به يسوع المسيح. حين كان القيصر أغسطس إمبراطور روما، وكان هيرودس ملكا على منطقة يهوذا، أرسل الله سبحانه وتعالى الملاك جبرائيل إلى فتاة عذراء اسمها مريم. لا تخافي يا مريم، لأنك وجدت نعمة عند الله. ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. أنا سأحبل، أنا عذراء. سيحل عليك روح الله، لهذا فالقدوس المولود منك سيدعى ابن العلي، ولن يكون لملكه نهاية. وذهبت مريم إلى قريبة لها اسمها أليصابات، كانت أيضا حبلى بمعجزة من الله. إليصابات، مريم، عزيزتي مريم، أنت مباركة بين النساء ومبارك ثمر بطنك. أتعرفين أن صوتك جعل ابني يتحرك في بطني فرحا؟ من كل قلبي أشكر الله، وتبتهج روحي ونفسي بالله مخلصي، وكل الأجيال ستعرف أن الله باركني. يا أهل الناصرة، اسمعوا هذا الأمر الذي جاء من أغسطس قيصر بإحصاء كل سكان المناطق الخاضعة لحكمي. على كل شخص أن يذهب ليسجل اسمه في بلدته. فذهب يوسف ومريم إلى بيت لحم ليسجل اسميهما.
وعندما وصلا لم يجدا مكانا يبيتان فيه، فباتا في حظيرة للحيوانات. وكان في تلك المنطقة رعاة يتناوبون حراسة قطيعهم في الليل، وفجأة ظهر لهم ملاك من عند الله وأشرق عليهم بهاء مجد الله. اليوم ولد لكم في بيت لحم مخلص هو المسيح الرب. أسرع الرعاة لكي يروا المولود النائم في المذود، وكانوا أول الناس الذين بشروا بالمخلص المولود من العذراء. ولما صار عمر الطفل 8 أيام ختنوه وأسموه كما قال الملاك، وأخذه يوسف ومريم إلى أورشليم كي يقدماه لله. وكان في الهيكل رجل تقي اسمه سمعان، أوحى له روح الله بأنه لن يموت قبل أن يرى المسيح المنقذ المنتظر. والآن يا رب دعني أموت بسلام حسب وعدك لي. لأن عيني رأتا خلاصك، هذا الطفل مختار من الله. بارك الله فيكما. وبعد أن أكملوا كل واجبات شريعة الله غادروا أورشليم عائدين إلى الناصرة. ولما كبر يسوع وصار عمره 12 سنة أخذه يوسف ومريم مرة أخرى إلى أورشليم لكي يحتفلوا بعيد الفصح، ولكن في طريق عودتهما أدركا أن يسوع لم يكن معهما، فرجعا ليبحثا عنه. وفي اليوم الثالث وجداه في ساحة الهيكل جالسا مع الشيوخ. يا ترى ابن من هذا الذي يسأل؟ هذا ابني ونحن من الناصرة، رجاء سامحه يا سيدي. وكل الناس الذين سمعوه تعجبوا من فهمه. لماذا فعلت هذا بنا يا بني؟ لقد أقلقتنا عليك، بحثنا عنك في كل مكان. لماذا تبحثان عني؟ ألا تعرفان أنه يجب أن أكون فيما لأبي؟ ورجع يسوع معهما إلى الناصرة، وكان ينمو في الحكمة والقامة والنعمة عند الله والناس. في السنة 15 من حكم القيصر تيباريوس كان بيلاطس حاكما على منطقة يهوذا، وهيرودس حاكما على منطقة الجليل، وكان حنان وقيافة من كبار رجال الدين. أنزل الله الوحي على يوحنا المعمدان، فذهب إلى المناطق القريبة من نهر الأردن يبشر الناس ويعمدهم بالماء للتوبة. عن ذنوبكم توبوا وفي الماء اغتسلوا فيغفر الله لكم. إن ما أقوله مكتوب في كتاب النبي إشعياء. صوت ما ينادي في الصحراء، أعدوا الطريق لسيدكم، اجعلوا الطريق مستقيما له، كل واد يجب أن يمتلئ وكل جبل وتل ينخفض، الطرق الملتوية يجب أن تصبح مستقيمة والوعرة تصبح سهلة، وجميع البشر سيرون نجاة الله. ماذا نفعل؟ ماذا يجب أن نفعل؟ يا أولاد
الأفاعي. ماذا تريد منا أن نفعل؟ اهدنا أي طريق نسلك. كل من لديه ثوبان يعطي ثوبا لمن يحتاجه، مثل هذا، وبالطعام تفعلون نفس الشيء. يا سيدي، نحن نجمع الجزية، فماذا نفعل؟ لا تأخذوا من الناس أي زيادة. ونحن جنود، ماذا نفعل؟ عليكم أن لا تغتصبوا أموال الناس، ولا تتهموا أحدا بالزور، واكتفوا بأجركم. قل لنا، هل أنت المسيح؟ أنا أطهركم بالماء، ولكن سيأتيكم المسيح الذي له مكانة أعظم، وأنا لا أستحق أن أحل رباط حذائه. هو سيطهركم بروح الله القدوس، وسوف يفصل بين القمح والتبن. سيجمع القمح إلى مخزنه، وسيحرق التبن بالنار. ونزل روح الله على يسوع في شكل حمامة، وسمع صوت من السماء يقول: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. في ذلك الوقت كان عمر يسوع 30 سنة تقريبا، وكان ممتلئا من الروح القدس، فقاده الروح من نهر الأردن إلى الصحراء، وهناك جربه إبليس 40 يوما، ولم يأكل شيئا طوال ذلك الوقت. وقال له إبليس: إن كنت ابن الله فقل لهذا الحجر أن يصير خبزا. مكتوب: ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكلام الله. وأصعده إبليس إلى مكان عال، وأراه ممالك العالم كلها في لحظة. سأعطيك سلطان ومجد كل هذه الممالك، لأنها ملكي، وأنا أعطيها لمن أريد. فإذا سجدت لي سوف تكون كلها لك. مكتوب: للرب إلهك تسجد، وإياه وحده تعبد. ثم أخذه إبليس إلى أورشليم وأوقفه على جناح الهيكل. إن كنت ابن الله فاطرح نفسك من هنا إلى أسفل، لأنه مكتوب أنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك، وعلى أيديهم سيحملونك حتى لا تصدم بحجر رجلك. يقول الكتاب: لا تجرب الرب إلهك.
وجاء يسوع إلى الناصرة، البلدة التي نشأ فيها. أهلا. وفي يوم السبت دخل يسوع إلى المجمع كعادته. وطلب منه الشيوخ أن يقرأ آيات من كتاب النبي إشعياء. روح السيد الرب علي، لأنه اختارني كي أبشر المساكين. أرسلني لأنادي للمأسورين بالإطلاق وأرد البصر للعميان، وأهب حرية للمظلومين، وأعلن أنه حان الوقت الذي فيه سينقذ الله شعبه. كلامه حسن. اليوم تحقق ما قرأته عليكم من آيات الكتاب. النبوات تمت. المسيح المنتظر وحده يقدر أن يحقق هذا الوعد. كيف نتأكد من ذلك؟ سوف تقولون لي هذا المثل: يا طبيب اشف نفسك واعمل هنا العجائب التي سمعنا من الناس أنك عملتها في كفر ناحوم. لهذا أقول لكم: لا نبي مقبول في وطنه. وبهذا الكلام أعلن يسوع أنه هو المسيح الملك المختار من الله ليخلص الناس من خطاياهم وعقابها، إلا أن أهل الناصرة لم يؤمنوا به، وكانوا يزمعون أن يطرحوه من حافة الجبل. لكنه مر في وسطهم ومضى. وتوجه إلى كفرناحوم في الجليل. كان الاحتلال الروماني في كل مكان، وكان الناس ينتظرون مجيء المسيح بلهفة كي يحررهم من ظلم الاحتلال. السلام لكم. ولك السلام. هل يمكن أن أركب يا سمعان؟ تفضل. أهو يريد أن يتركنا؟ علمنا، كلمنا، اهدنا. أهو يريد أن يتركنا؟ شخصان دخلا إلى الهيكل للصلاة، واحد فريسي والآخر جابي ضرائب. وقف الأول يصلي ويقول في نفسه: أشكرك يا رب لأني لست مثل بقية الناس الطمعين الظالمين الزناة، وأشكرك لأني لست مثل جابي الضرائب هذا. أقدم عشور أموالي، ومرتين في الأسبوع أصوم. لكن جاب الضرائب وقف بعيدا ولم يقدر أن يرفع عينيه للسماء، فقرع على صدره وقال: اللهم ارحمني أنا الخاطئ. أقول لكم، جاب الضرائب هذا وليس الفريسي رجع إلى بيته متمتعا برضا الله. الله يضع كل إنسان متكبر، أما كل متواضع فيرفعه. هيا ادخل بنا إلى العمق يا بطرس، وهناك ارمي الشباك أنت وشركاؤك. يا سيد، حاولنا طول الليل أن نصطاد ولم نصد شيئا.
مع هذا سنحاول. على كلمتك نلقي الشبكة. يعقوب، يوحنا. يعقوب، يوحنا، اقتربا بقاربكما، نحتاج المساعدة. الحمد والشكر لله. الحمد لله، هذا يكفي. ابتعد عني يا سيدي، أنا رجل أثيم. لا تخف، أنت من الآن ستصطاد الناس. تعالوا إلي واستمعوا لكلماتي كي تحيوا. اطلبوا الرب ما دام هو موجودا، ادعوه وهو قريب، وليترك الأشرار طرقهم وأفكارهم ويتوبوا إلى الله فيرحمهم. ارجعوا إلى الله وهو سيكثر لكم الغفران وسيعطيكم الفرح والسلام. إنه قادم إلى هنا، انظر. يسوع، سيدي، أرجوك أنقذ ابنتي الوحيدة. سيدي ارحمها، أرجوك اشفها، إنها تموت. من فضلك تعال إلى بيتي. يا إيروس، أنا آسف. يا يسوع، ابنتك ماتت، لا تتعب سيدنا يسوع. لا تخف، آمن وستشفى ابنتك. لا تبكوا، لم تمت، إنها نائمة. يا ابنتي قومي. أعطوها شيئا لتأكل. اسمعوا، لا تخبروا أحدا بما جرى. ثم صادف يسوع رجلا اسمه متى جالسا عند باب المدينة يجمع الضرائب من الناس. اتبعني.
وصعد يسوع المسيح إلى الجبل وظل هناك طوال الليل يصلي. وعندما جاء النهار جمع تلاميذه واختار منهم 12 تلميذا وأسماهم رسلا، وهم سمعان الذي أسماه أيضا بطرس، وأندراوس أخوه، يعقوب، ويوحنا، فيليبوس، بارثلوماوس، متى، وتوما، يعقوب بن حلفة، وسمعان الذي يدعى الغيور، ويهوذا أخو يعقوب، ويهوذا الإسخريوطي الذي خانه فيما بعد. هنيئا لكم أيها الفقراء، لأن لكم نصيبا عند الله. هنيئا أيها الجياع، فسيشبعكم الله. هنيئا أيها الباكون، لأنكم ستفرحون. فإذا الناس أبغضوكم ورفضوكم وأهانوكم واتهموكم بالشر لأنكم أتباعي، هنيئا لأن أجركم عظيم في السماء. افرحوا بذلك وابتهجوا، هكذا عامل أجدادهم الأنبياء من قبل. ستة عشر، سبعة عشر، ثمانية عشر، تسعة عشر، عشرون. هذا كل ما عندي. ماذا تعني هذا كل ما عندي؟ ويل لكم أيها الأغنياء، قد أخذتم نصيبكم في الدنيا. لا يريد أن يكون غنيا، لابد أنه مجنون. ويل لكم يا من تضحكون الآن، لأنكم ستبكون. ويل لكم إذا مدحكم الناس، لأن أجدادهم هكذا عاملوا الأنبياء الكذبة. لكني أقول لكم، أحبوا أعداءكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، باركوا لاعنيكم، وادعوا بالخير لظالميكم. من يضربك على خدك اعرض له خدك الثاني. ومن يأخذ منك رداءك قدم له ثوبك ايضا. اعطي كل من يسألك. من يأخذ ما هو لك لا تطالبه بإرجاعه. عاملوا الناس مثلما تريدون أن يعاملوكم. إن أحببتم من يحبونكم فقط، فما فضلكم في هذا؟ لأن الأشرار يحبون من يحبهم. وإذا أحسنتم لمن يحسن إليكم، فما هو فضلكم في هذا؟ إن الأشرار يفعلون ذلك. وضع يده عليها، كيف يتكلم معها؟ يا للعيب.
لا، أحب أعداءكم وأحسنوا إليهم، أقرضوا دون أن تنتظروا ردا كي يكون أجركم عظيما. هكذا تكونون أبناء الله العلي الذي ينعم على كل الناس حتى الأشرار. كونوا رحماء كما أن أباكم رحيم. يا سيد ساعدنا. لا تدينوا فلا يدينكم أحد، لا تحكموا فلا يحكم عليكم، سامحوا فيسامحكم الله. اهدنا سبيل الله. أعطوا فيعطيكم الله، فسيعاملكم الله مثلما تعاملون الناس. لا يقدر الأعمى أن يقود أعمى، وإلا فسوف يقع الاثنان في حفرة. لماذا ترى عيوب الآخرين ولا ترى نفسك وأخطاءك أنت؟ أرشدنا يا يسوع. إننا نحتاج إليك. بارك الله في الأم التي ولدتك وأرضعتك. بل مبارك من يسمع كلام الله ويعمل به. أريد أن أتعرف عليه. أتظن أن هذا هو المسيح؟ فدعا رجل الدين الفريسي يسوع إلى بيته ليتناول العشاء، فذهب معه. هيا يا أولاد اخرجوا الآن، هل سمعتم؟ تحركوا، الأولاد دائما مشاغبون. ماذا تفعل هذه هنا؟ لا أدري. ماذا تفعل هنا؟ إذا كان هذا نبيا فعلا فسيعرف حقيقة هذه المرأة. إنها فاسدة الخلق. أنا أعرف من هذه يا سمعان. اسمع، رجلان كانا مدينين لثالث، أحدهما بخمسمائة دينار والثاني بخمسين، ولم يستطعا تسديد الدين، فإن سامحهما من منهما سيحبه أكثر؟ أعتقد الذي كان عليه الدين الأكبر. أحسنت. هل ترى هذه المرأة؟ لقد دخلت بيتك ولم تعطني ماء أغسل به رجلي، لكن هذه المرأة غسلت رجلي بدموعها ونشفتهما بشعر رأسها. أنت لم تقبلني عند دخولي، لكنها لم تتوقف عن تقبيل رجلي. أنت لم تدهن رأسي بالزيت، لكنها قد دهنت رجلي بالعطر. ولهذا فإن محبتها العظيمة تدل على أن خطاياها قد غفرت. من يغفر له قليلا يكون حبه قليلا. خطاياك قد غفرت، إيمانك نجاك، اذهبي بسلام. وبعدها بدأ يسوع يتجول في القرى والمدن مبشرا بملكوت الله، وكان يرافقه التلاميذ الاثنى عشر. وبعض النساء اللواتي أنقذهن من الشياطين، مريم المجدلية، يوانا امرأة خوذي وكيل هيرودس، وسوسنة.
في هذه الفترة سجن الحاكم الروماني هيرودس يوحنا المعمدان لأنه وبخه على زواجه من زوجة أخيه. خبرني. عندما وصلنا إلى مدينة نايين رأينا أناسا يحملون ميتا، وكان واحدا لأمه الأرملة، وعندما رأها يسوع أشفق عليها فأمسك النعش وقال للميت: أقول لك قم. فقام الميت وكأن شيئا لم يكن، وسلمه يسوع لأمه. اسألوه: هل أنت المسيح الذي ننتظر قدومه، أم ننتظر أحدا غيرك؟ يا سيد. يا سيد، يوحنا أرسلنا كي نسألك: هل أنت المسيح المنتظر، أم ننتظر قدوم غيرك؟ أخبروه بما رأيتموه وسمعتموه: العمي يبصرون والعرج يمشون، هنيئا لمن لا يشك في أبدا. أبي احملني. تعال واصعد على كتفي. ها، هل تراه الآن؟ نعم إنني أراه. فلاح خرج ليزرع حقله، فسقطت بعض البذور على الطريق فداسته الناس بأرجلهم، والبعض أكلته الطيور، وسقط البعض على أرض محجرة، وعندما نبت يبس لأنه لم يجد ماء، وسقط بعض البذور على الشوك فنبت الشوك معه وخنقه، وسقط البعض على الأرض الجيدة فنبت ونمى كثيرا 100 ضعف أكثر. يا سيد، لماذا تكلم الناس دائما بالأمثال؟ وهب لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت الله، لكن الآخرين أكلمهم بالأمثال لأنهم يسمعون ولا يفهمون، وينظرون ولا يبصرون. هذا هو معنى المثل. البذور هي كلمة الله، والساقط منها على الطريق هم الذين يسمعون، ولكن يأتي إبليس ويأخذ كلام الله من قلوبهم كي لا يؤمنوا ويخلصوا. والساقط منها على الحجارة هم الذين يسمعون كلام الله بفرح، لكنهم بلا جذور، فيؤمنون لفترة، وعندما تأتي المحن يتراجعون. والساقط منها على الشوك هم الذين يسمعون، لكن هؤلاء تخنقهم هموم الحياة وكل ملذاتها، فلا ينضج ثمرهم. والساقط على الأرض الجيدة هم الذين يسمعون كلمة الله وتبقى في قلوبهم ويتمسكون بها ويثمرون. ليس أحد يشعل مصباحا ويغطيه أو يضعه تحت السرير، بل يضعه في مكان عال ليستنير به الداخلون. ليس شيء مخفي إلا ويظهر، وليس من سر إلا وينكشف. انتبهوا واسمعوا جيدا: من عنده يعطى ويزداد، ومن ليس عنده فالقليل الذي يظن أنه عنده يؤخذ منه. يا معلم، أمك وأخوتك بالخارج ويريدون أن يروك. أمي وإخواتي هم من يسمعون كلمة الله ويطيعونه.
وفي يوم من الأيام ركب يسوع المسيح قاربا مع تلاميذه وطلب منهم العبور إلى الضفة الأخرى. وبينما هم يبحرون نام. أين إيمانكم؟ ثم عبروا البحر إلى كورة الجدريين على الضفة المقابلة للجليل. يسوع يا ابن الله العلي، ماذا تريد مني؟ أطلب منك ألا تعذبني. ما اسمك؟ لا جو، لا ترمنا إلى الهاوية، دعنا ندخل في قطيع الخنازير. هيا ارجعوا، قف، توقفوا. وخرجت الشياطين من هذا الرجل، تعالوا، ودخلت الخنازير. اترك هذا المكان، أنت ساحر، اتركنا، غادر هذا المكان، اتركنا، هيا بسرعة. أود أن أكون معك حيثما تسير، أبغي أن أرافقك. عد إلى بيتك وخبر بعمل الله معك. فابتعد يسوع والتلاميذ عن الناس وتوجهوا إلى مدينة بيت صيدا. ولكن حينما عرف الناس بهذا تبعوه إلى هناك. وفي آخر النهار قال بطرس: يا سيد،
اصرف هؤلاء الناس لكي يذهبوا إلى القرى والمزارع القريبة من هنا، يبيتون فيها ويستريحون ويأكلون. أعطوهم أنتم ليأكلوا. لدينا 5 أرغفة وسمكتان فقط. لك الحمد يا رب، يا ملك الكون، يا من تعطينا خبزا من الأرض. سبحان الله. ماذا يقول الناس عني؟ البعض يقول إنك يوحنا النبي، وآخرون يقولون إنك النبي إيليا، وأناس يقولون إنك أحد الأنبياء قد بعث للحياة. وأنتم ماذا تقولون عني؟ أنت هو المسيح. لا تخبر أحدا بهذا، يجب أن يتألم ابن الإنسان ويرفض وأن يموت أيضا، وبعد 3 أيام يقوم حيا. من منكم سيأتي معي؟ أنا أتبعك يا سيد، ولكن علي أولا أن أودع عائلتي. من يضع يده على المحراث ويلتفت للوراء لا يصلح لملكوت الله. من يريد أن يتبعني فلينكر ذاته ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. من يريد أن يحفظ حياته يخسرها، والذي يخسرها في سبيلي سيربحها. ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ وكل من يخجل من تعليمي وذكري سأخجل منه أنا يوم أن أجيء في مجدي ومجد الله والملائكة الأطهار. أؤكد لكم، فيما بينكم أناس لن يموتوا حتى يروا ملكوت الله. وبعد 8 أيام تقريبا أخذ المسيح يسوع بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى الجبل كي يصلي.
وفي أثناء صلاته تغيرت ملامح وجهه وصارت ملابسه بيضاء لامعة. وفجأة ظهر رجلان وتكلما معه، وهما موسى وإيليا اللذان ظهرا بمجد سماوي. إنك ستحقق وعد الله وستضحي بنفسك في أورشليم. وحينما هم يفارقانه قال بطرس ليسوع: يا سيد، حسن أننا هنا وسننصب ثلاث خيام، واحدة لك وعندما تكلم بطرس لموسى، نزلت سحابة وظللتهم، فخافوا عندما دخلوا في السحابة. ثم سمعوا صوتا من السماء يقول: هذا هو ابن الحبيب، له اسمعوا. يا معلم، ابني بالشياطين ممسوس، من فضلك ساعد، فهو ابني الوحيد وطلبت من تلاميذك أن يخلصوه فلم يقدروا. أيها الجيل العديم الإيمان، إلى متى أبقى معكم وأحتملكم؟ هات ابنك هنا. انظروا كيف شفى وجهه. علمنا أن نصلي كما علم يوحنا تلاميذه. عندما تصلون قولوا: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطنا كل يوم، واغفر لنا خطايانا لأننا نحن أيضا نغفر لكل من يذنب إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اطرقوا على الباب يفتح لكم، كل من يسأل يأخذ، ومن يطلب يجد، ومن يطرق على الباب يفتح له. هل من بينكم أب يعطي ابنه حجرا إذا طلب منه خبزا، أو يعطيه حية إذا طلب منه سمكة؟ إذا كنتم أنتم تعطون عطايا جيدة لأولادكم، أفلا يعطي الآب السماوي الروح القدس
للذين يسألونه؟ أقول لكم لا تقلقوا في معيشتكم على ما تأكلون ولا على ما تلبسون، فالحياة أكثر من مجرد أكل، والجسد أكثر من مجرد لبس. انظروا إلى الطيور، إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن، لكن الله يرزقها. فكم أنتم أفضل كثيرا من الطيور. من منكم يستطيع أن يضيف ساعة إلى عمره؟ إذا كان لا يمكنكم هذا، فلماذا تقلقون على الباقي؟ تأملوا الورود كيف تنمو، إنها لا تتعب ولا تغزل. لكن ولا سليمان في كل جلاله كان يلبس مثلها. إن كان الله يلبس اليوم العشب الذي سيرمى غدا في النار هكذا، فكم بالأولى سيلبسكم أنتم؟ يا قليل الإيمان. يا رب قوي إيماننا. لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل وقلتم لهذه الشجرة انقلعي من هنا وانغرسي في البحر فستطيع كلامكم. العثرات سوف تأتي بالتأكيد، ولكن الويل لمن يتسبب فيها. خير له أن يعلق برقبته حجر ويرمى في البحر بدلا من أن يكون عثرة لأحد هؤلاء الصغار. بماذا أشبه ملكوت الله؟ يشبه حبة خردل أخذها رجل وزرعها في الحقل، فنبتت وصارت شجرة تعشش الطيور في أغصانها. لا أعرف عن أي شيء يتكلم. لماذا تأكلون مع عجبات الضرائب وهؤلاء الخطاة؟ لا يحتاج الأصحاء للطبيب بل المرضى. لم آتي لأدعو أبرارا للتوبة بل خطاة. كلمنا عن مملكة الله لكي نعرف أكثر. لا تخافوا أيها الأحباء، لأن أباكم يريد أن يدخلكم ملكوته. بيعوا ما تملكون وتصدقوا بالمال على الفقراء، واكنزوا لأنفسكم كنوزا في السماء لا تبلى أبدا، حيث لا يصل إليها اللصوص ولا يفسدها السوس، حيث تكون كنوزكم تكون قلوبكم. يا امرأة لقد شفيت من مرضك. انظروا سبحان الله على هذه المعجزة، يسوع المسيح شفاها. المجد المجد كله لله. بعد مرض الطويل بارك الله فيك. هناك ستة أيام فيها تعملون، يمكنكم أن تأتوا فيها للعلاج والشفاء، ولكن ليس يوم السبت. أيها المنافقون، ألا تفكون ثرانكم ودوابكم لكي تسقوها في يوم السبت؟ هذه السيدة من نسل إبراهيم وقد ربطها الشيطان، ألا يجب أن تفك من هذا الرباط حتى ولو كان ذلك في يوم السبت؟
مولانا الصالح، ماذا أفعل كي أفوز في الآخرة؟ لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالحا إلا الله. أنت تعرف الوصايا: لا تزني، لا تسرق، لا تقتل، لا تشهد بالزور، أكرم أباك وأمك. مذ كنت صغيرا وأنا أطبق هذه الوصايا. ينقصك شيء واحد: بع أملاكك وأعطي ثمنها للفقراء فيكون كنزك في السماء، ثم تعال واتبعني. ولكننا تجار أغنياء. صعب جدا أن يدخل الأغنياء إلى ملكوت الله، لهذا أقول دخول جمل من ثقب إبرة أيسر من دخول غني إلى ملكوت الله. من الذي يدخل إذن؟ المستحيل عند البشر ممكن عند الله. ومتى يقيم الله هذه المملكة؟ إن ملكوت الله لا يأتي بعلامة منظورة، ولا يقولون إنه هنا أو هناك، إن ملكوت الله في داخلكم. سيأتي زمان تتمنون أن تروا فيه يوما من أيام ابن الإنسان ولن تستطيعوا، فمجيئي سيكون مثل البرق الذي يلمع عبر السماء ويضيئها من جهة لأخرى. لكن قبل هذا ينبغي أن أتألم وأرفض من أبناء هذا الجيل. إن زوال السماء والأرض أسهل من سقوط نقطة واحدة من الشريعة. كثيرون من الأنبياء والملوك تمنوا أن يروا ما ترونه وأن يسمعوا ما تسمعونه ولم يقدروا. أخبرنا ماذا نفعل. ماذا يقول الكتاب وكيف تفهمونه؟ أحب الله ربك من كل عقلك وكل نفسك وكل قوتك وكل قلبك، وأحب أخاك كما تحب نفسك. أحسنت القول، اعمل بهذا وستحيا. قل لي من هو أخي؟ ليس هؤلاء الجنود. وماذا عن قيصر؟ كان رجل مسافرا من أورشليم إلى أريحة، فهاجمه اللصوص وضربوه وسلبوه وتركوه بين حي وميت. فمر بالقرب منه كاهن، ولما رآه مشى على الجانب الآخر. بعدها مر رجل من خدام الهيكل فلم يقترب منه وظل ماشيا في طريقه. ثم مر بقربه رجل سامري غريب، وعندما رآه أشفق عليه واقترب منه وداواه ودهن جروحه بالزيت، ثم أركبه على دبته وأحضره إلى الخان واهتم به، وأعطى صاحب الخان مالا وقال له: اعتني به، ومهما صرفت عليه أسدده لك عندما أعود. فأي واحد من هؤلاء الثلاثة كان قريبا لهذا الرجل؟ الرجل الذي ساعده. افعلوا إذن مثله. دعوا الأطفال يأتون إلي ولا تمنعوهم، فلمثل هؤلاء ملكوت الله. وأؤكد لكم، من لا يقبل ملكوت الله مثل طفل صغير فلن يدخله. كل من يقبل طفلا مؤمنا بي يقبلني، والذي يقبلني يقبل الذي أرسلني، والمتواضع فيكم يكون أعظم الجميع. ما هذا؟ ماذا يجري؟ إنه يسوع الناصري يمر من هنا. يا يسوع!
يا مخلص، يا ابن داود ارحمني ارحمني. ماذا تريد أن أفعل بك؟ أريد أن أرى. أبصر، إيمانك قد شفاك. إنني أرى، عاد لي نظري. إنني أرى. سبحان الله، نجنا نجنا يا سيد. الحمد لله، قد جاءنا المنقذ. المجد لله. دلنا على الطريق المستقيم. وبدأ الناس يؤمنون بيسوع المسيح، وكان في أريحة جابي ضرائب اسمه زكا، وقد جاء ليرى يسوع، لكنه لم يستطع بسبب الزحام، فتسلق شجرة. انزل من على الشجرة يا زكا، لأني أريد أن أزورك في بيتي. بيتي أنا؟ سيدخل بيت رجل خاطئ. كيف عرف زكا يسوع؟ اسمعوا، سأعطي نصف ما أملكه للفقراء، وإن كنت ظلمت أحدا فسأعطيه أربعة أضعاف. مستحيل، جابي الضرائب يرد المال للناس؟ هذا شيء لا يصدقه عقل. اليوم نال هذا البيت الخلاص، وهذا الرجل الآن من نسل إبراهيم، وقد جاء ابن الإنسان ليخلص الهالكين. اسمعوا، علينا أن نذهب إلى أورشليم، وسوف يتحقق ما كتبه الأنبياء عن المسيح وعن تسليمه للرومان واستهزائهم به وإهانتهم وتعذيبهم إياه، ثم بعدها يقتل، وفي اليوم الثالث يقوم حيا. ورغم أن المسيح كان يعرف أنه سيموت بسبب خطايا الناس، لكنه صعد نحو أورشليم، وكثيرون من الناس فرحوا به وهللوا وصاحوا قائلين: مبارك الملك الآتي باسم الرب، سلام في السماء ومجد في الأعالي. معلم، مر تلاميذك بالسكوت. إذا سكت هؤلاء الناس فإن الحجارة ستهتف بدلا منهم. مرحبا رئيس السلام.
وعندما اقترب من مدينة أورشليم ورآها أخذ يبكي عليها. يا أورشليم، لو أنك تعرفين طريق السلام في يومك هذا، لكن قد فات الأوان. سيأتي يوم يطوقك فيه أعداؤك ويحاصرونك من كل جهة ويهدمون أسوارك، يهدمونها على بنيك، ولن يتركوا فيك حجرا على حجر بسبب جهلك بزمان خلاص الله. ودخل الهيكل فوجد الساحة مكانا للتجارة كانوا يبيعون ويشترون فيه. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشر، أحد عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر، ستة عشر، سبعة عشر، ثمانية عشر، تسعة عشر، عشرون، واحد وعشرون، اثنان وعشرون. مكتوب: بيتي بيت للصلاة، لكنكم جعلتموه أكرا للصوص. ماذا ينوي أن يفعل؟ توقف، توقف. نادوا الحراس، نادوا الحراس. وكان رؤساء الكهنة والكتبة مع وجهاء الشعب يطلبون هلاكه، لكن الشعب كان متعلقا به. علمت أن كثيرا من الناس يؤمنون أنه ملك. ملك؟ ملك اللصوص والشحاذين، لقد رأينا أمثاله، جاءوا وادعوا ما يدعي ومضوا. ألا ترى؟ إن عدد الذين يتبعونه يزداد، إنهم معجبون به ويعتقدون أنه ملك. لكن بقاء هذا الرجل هنا سيسبب لنا مشاكل كثيرة، وسوف أحملكم المسؤولية. من الجائز أنه على حق ويجب أن نواجهه. وكان يسوع يعارض المنافقين من رجال الدين، وكان أتباعه يزدادون يوما بعد يوم، كما كان أعداؤه ومعارضوه يزدادون أيضا. وبينما كان في الهيكل رأى أرملة فقيرة تعطي زكاة قيمتها فلسان. هذا قليل جدا، ألا يمكنك أن تعطي أكثر؟ اسمعوا، هذه الأرملة قدمت أكثر من الآخرين، لأن الآخرين أعطوا من الفائض عندهم. أما هي فرغم فقرها قدمت كل ما تملكه. قل لنا، بأي حق تتصرف هكذا؟ من أعطاك هذا الحق؟ دعني أسألك سؤالا، معمودية يوحنا هل كانت من الله أم من الناس؟ ماذا نقول له؟ إن قلنا من الله فسيقول لماذا لم تؤمنوا به، وإن قلنا من الناس فهؤلاء كلهم سيرجموننا لأنهم واثقون بأن يوحنا نبي. بالحقيقة نحن لا نعرف من أين، وأنا لن أقول لكم بأي حق أفعل هذه الأشياء. إنسان كان عنده مزرعة عنب فأجرها لمزارعين وسافر لمدة طويلة، وحين جاء موسم جني العنب أرسل خادمه للمزارعين
ليأخذ منهم حصته من العنب، لكنهم لم يعطوه شيئا بل ضربوه، فأرسل لهم آخر لكنهم ضربوه أيضا وأهانوه وأرجعوه خالي اليدين، فأرسل لهم خادما ثالثا لكنهم ضربوه وجرحوه وألقوه خارج المزرعة. فقال صاحب المزرعة: ماذا أعمل؟ حتما سيهابون ابني، سأرسل ابني الحبيب. لكنهم عندما رأوه قالوا فيما بينهم: هذا هو الوريث، فلنقتله ليصير الإرث لنا. أكمل القصة يا سيد. فطردوه من المزرعة وقتلوه. فماذا سيفعل صاحب المزرعة بهؤلاء المزارعين؟ سيأتي ويقتلهم ويعطي مزرعته لآخرين. ماذا يعني هذا الكلام؟ الحجر الذي رفضه البناؤون صار حجر الزاوية، كل من يقع على هذا الحجر سيتكسر، وإذا وقع الحجر على أحد ما فسيسحقه سحقا. يا سيد، نعلم أن كلامك كله صحيح، ونعرف أنك لا تهتم بمراكز الناس، لكنك تعلم طريق الله بالحق. لكن أيجوز أن نعطي الجزية لإمبراطور الرومان أم لا؟ حذاري من أن يخدعك. أرني دينارا. لمن هذه الصورة والكتابة؟ قيصر! إذن ما يخص قيصر أعطوه لقيصر، وما لله أعطوه لله. ما هو جوابك على هذا؟ واقترب عيد الفصح، وهو ذكرى نجاة بني يعقوب من يد فرعون، وكان فريضة على الناس أن يذبحوا خروف الفصح. فأرسل يسوع المسيح بطرس ويوحنا وقال لهما: اذهبا لتجهزا لنا عشاء الفصح. كم وددت أن أتناول معكم هذا العشاء قبل أن أتألم. صدقوني، لن آكله ثانية حتى يتحقق القصد منه في ملكوت الله. تباركت أيها الإله العلي، يا إله الكون، حمدا لك يا واهب الخيرات. خذوا واشربوا كلكم، لأني لن أشرب من عصير الكرمة حتى يتم قصد الله في ملكوته. تباركت أيها الإله العلي، يا إله الكون، وواهب النعمة لجميع الناس. هذا هو جسدي المكسور لأجلكم، أعمل هذا تذكارا لي. هذا الشراب هو العهد الجديد بدمي الذي سيسفك من أجلكم. اسمعوا، الذي سيخونني يجلس معي على المائدة. لا بد أن يموت المسيح كما أراد الله، لكن الويل لذلك الذي يخون. ماذا؟ غير ممكن، مستحيل. من سيخونك؟ ممكن.
أعظمكم يجب أن يكون كأصغركم، والقائد يكون مثل الخادم. من هو الأعظم؟ الذي يجلس على المائدة؟ أم الذي يخدم؟ طبعاً الجالس على المائدة، لكنني بينكم كمن يخدم. أنتم صبرتم معي في المحن التي مررت بها، وكما أعطاني الآب أن أملك فسأعطيكم، وستأكلون وتشربون على مائدتي في الملكوت، وسوف تملكون على أصباط بني يعقوب 12. إذن كلنا أمناء. سمعان، اسمع يا سمعان، الشيطان طلب أن يغربلكم كي يمتحن إيمانكم مثلما يغربل الفلاح القمح، ولكنني دعوت لك لكي لا تفقد إيمانك، ومتى رجعت إلي ثبت إيمان إخوتك. يا سيد، أنا مستعد لمرافقتك للسجن وحتى للموت معك. اسمعني يا سمعان، قبل أن يصيح الديك اليوم ستنكر 3 مرات أنك تعرفني. هل احتجتم شيئا عندما أرسلتكم بلا مال ولا زاد؟ لا، لا شيء. أما الآن فلتحملوا معكم زادا، ومن يضطر فليبع ثوبه ويشتري سيفا. وأقول لكم، مكتوب في الكتاب سيحسب مع المجرمين، لأن المكتوب يجب أن يتحقق. يا سيد، لدينا سيفان هنا. هذا يكفي. وعقد شيوخ الشعب مجلسا ليدبروا طريقة لقتل يسوع المسيح. ودخل الشيطان قلب يهوذا وهو واحد من التلاميذ 12، واتفق يهوذا على تسليم المسيح لليهود. وفي هذه الأثناء ترك يسوع مدينة أورشليم وتوجه إلى جبل الزيتون ليصلي. ادعوا الله ألا تقعوا في تجربة. وأخذ يهوذا 30 من الفضة مقابل تسليمهم سيده، وكان يسوع يعرف أن ساعة تضحيته بنفسه من أجل البشر قد اقتربت، فصلى قائلا: يا الله، إن شئت فأبعد عني كأس العذاب، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي. وظهر له ملاك من السماء ليقويه، وصار عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض. لماذا أنتم نائمون؟ اصحوا، اطلبوا ألا تقعوا في تجربة.
يهوذا، أتخون سيدك وتسلمه بقبلة؟ يا سيد، هل نضربهم بالسيف؟ هيقبضوا علي. هذا يكفي. معجزة؟ هل أنا مجرم حتى تأتوني بعصيكم وسيوفكم؟ كنت معكم كل يوم في ساحة الهيكل ولم تمدوا أيديكم علي، لكن هذه ساعتكم والظلام يسود على الأرض. أقبضوا عليه. احرسوه جيدا. وكان الحرس الذين يحرسون السيد المسيح يضربونه ويهزؤون به. هذا هو سوء. تنبأ ماذا سيحدث. هل ستخلصنا من الذنوب يا صاحب الجلالة؟ هذا الرجل كان معه. يا امرأة، أنا لا أعرفه. رأيتهما سويا. سيدي، نحن خدمك المتواضعون. ما هو شعورك يا صاحب الجلالة؟ أنت أيضا واحد منهم. أنا لست منهم. أنا متأكد أن هذا الرجل كان مع يسوع، والدليل أنه من الجليل. إذا أنا لا أفهم عما تتحدث. في هذه اللحظة التفت يسوع إلى بطرس، فتذكر بطرس كلامه له قبل أن يصيح الديك اليوم: ستنكرني 3 مرات. يا رب، أتضرع إليك أن تعمل حسب مشيئتك وعظمة قدرتك. اللهم يا رب السماوات والأرض، يا من غفر لأبائنا لم أعصوا كلمتك، اللهم يا من غضبت عليهم لكنك لم تمحوهم بسبب محبتك لهم وعهدك معهم، لذلك أبقيتهم، فاغفر لي. قل لي من ضربك. تنبأ من سيضربك. كفى، يكفي هذا، هاتوه للمجلس. تحرك.
واجتمع رؤساء الكهنة والكتبة وشيوخ الشعب ليستجوبوه. قل لنا، هل أنت حقا المسيح؟ إذا قلت لكم فلن تصدقوا ما أقول، وإن سألت سؤالا فلن تجيبوني. لكن منذ الآن سيجلس ابن الإنسان عن يمين عرش الله القدير. هل أنت إذن ابن الله؟ أنت تقول. كيف يكون هذا؟ هل يظن نفسه الملك؟ إذن هو يدعي أنه الملك المنتظر. تجديد؟ كيف يكون هذا؟ وكلنا شاهدون على اعترافه. سوف نأخذه إلى بيلاطس. نعم نعم خذوه. تحرك. وأخذوا يسوع إلى بيلاطس أكثر حكام الرومان ظلما، وكان قد صلب قبله آلافا من الناس. أي شيء تريدون في هذه الساعة المبكرة؟ هذا الرجل يفسد شعبنا بكلامه ويثير الشعب بين جميع الناس، ويجب أن يعاقب على أفعاله. أحكم عليه. لكني لا أجد سببا لإدانته. إنه مذنب لأنه يمنع الناس عن دفع الضريبة، ويزعم أنه هو المسيح الملك. حقا؟ هل أنت ملك اليهود؟ أنت تقول. لقد بدا في الجليل والآن يقيم هنا. الجليل؟ هل هو من الجليل؟ إذن هو يتبع هيرودس الملك. خذوه لهيرودس، إنه في أورشليم. هيا خذوه. ماذا تدعي في نفسك؟ وأتباعك هؤلاء من هم؟ لقد سمعت كثيرا عن معجزاتك. أعمل لي معجزة. يا سيدي، هذا الرجل يفسد الشعب بأكمله ويزعم أنه الملك. ملك؟ أنت؟ مولاي، اضربوه. أرجعوه إلى بيلاطس، فهذه مقاطعته. you
لم يفعل هذا الرجل ما يستحق القاتل؟ سوف آمر بجلده وأطلق صراحة. قد اعتدت أن تطلق سجينا في عيد الفصح، فلتطلق لنا أحدا. أطلق لنا باراباس. نعم باراباس. واقتل هذا المجرم. اسلم. نعم اسلم. أنت وأنت اجلدوه. واستمر الشعب يردد بصوت عال: اصلبوه اصلبوه. حتى استجاب بيلاطس لطلبهم وأطلق سراح باراباس المجرم الذي كان مسجونا بتهمة القتل وإثارة الفتن، وحكم بصلب يسوع المسيح. ارجعوا ارجعوا للخلف للخلف، ابتعدوا، افسح الطريق، تحرك للخلف، ارجعوا للخلف، افسح الطريق، ابتعد عنه، افسح الطريق، تحرك عندما امرك، انهض انهض. قل لي ما اسمك؟ سمعان القيرواني. تعال معي. اقطعوا الحبال. احمله انت، تحرك. سيدنا نحن نبكي من أجلك، اشرب هذا، اشرب اشرب اشرب. يا نساء أورشليم لا تبكين علي، بل ابكين على أنفسكن وأولادكن. إذا فعلوا هكذا بالعود الرطب الأخضر، فماذا يفعلون باليابس؟ أعانك الله، سوف ندعو لك. تحرك، انزل بسرعة، أسرع أسرع، تحرك تحرك بسرعة، هيا تحرك، هيا امشوا بسرعة، وأنت تحرك بسرعة،
ارفع. ثبت الخابور. أرخوا الحبال. اغفر لهم يا أبتاه، لا يعلمون ما يفعلون. أنقذ كثيرا من الناس، فلينقذ نفسه. نعم، إذا كنت فعلا مسيح الله انزل من على الصليب. أرنا معجزة. وصلبوا يسوع بين مجرمين، وبهذا تحقق ما تنبأ به الأنبياء. انظروا ثوب الملك الأبدي. أعطني إياه. لا، أنا سأخذه. لا توزقه، فلنجري عليه قرعة بيننا. هيا دوري، لقد ربحت في القرعة. ماذا ستفعل به؟ ووضعوا فوق رأسه لافتة كتب عليها: هذا هو ملك اليهود. أنقذ نفسك إذا كنت أنت ملك اليهود. ألست أنت المسيح؟ أنقذ نفسك وأنقذنا. ألا تخاف الله؟ نحن عقوبتنا عادلة،
لكنه لم يفعل ذنبا. اذكرني يا رب عندما تأتي في ملكك. أعدك ستكون اليوم في الفردوس معي. وفجأة عند الظهر ساد الظلام على الأرض لمدة 3 ساعات. وانشق حجاب الهيكل من الوسط. يا إلهي، في يديك استودع روحي. ولما رأى قائد الحرس ما حدث مجد الله وقال: مجدا لله، في الحقيقة لقد كان إنسانا أمينا وبارا. وكان ضمن مجلس الشيوخ إنسان تقي صالح اسمه يوسف من رام الله، لم يكن موافقا على صلب المسيح، فذهب إلى بيلاطس كي يستلم جثمان يسوع ويدفنه قبل غروب الشمس. سيدنا اسمح لنا أن نتبع جثمان يسوع. أهلا بكم، لكن هيا قبل أن تغرب الشمس. وفي يوم الأحد عند الفجر أخذنا معهن عطورا وذهبنا إلى القبر، فوجدنا الحجر قد تحرك من مكانه، وعندما دخلنا لم يجدنا جثمان يسوع هناك. لماذا تبحثن عن الحي بين الأموات؟ هو ليس هنا، لقد
قام. تذكرنا كلامه عندما كان معكم في الجليل: المسيح يجب أن يسلم ليد الأشرار ويصلب وفي اليوم الثالث يقوم. اسمعوا، الحجر تحرك من مكانه ودخلنا ولم نجد جسدا. ماذا؟ ليس موجودا. ثم فجأة ظهر ملاكان، ثيابهما لامعة، وقال لنا: لماذا تبحثن عن الحي بين الأموات؟ صدقونا. صدقونا، صدقونا. لقد رأينا الملاكين، تعالوا بأنفسكم، القبر فارغ، سيدنا ليس هناك. بطرس، لابد أن تصدقنا. وظهر يسوع المسيح الاثنين من تلاميذه، فرجعا فرحين إلى الآخرين. لقد قام المسيح وظهر لبطرس. عندما رأيناه في الطريق لم نعرف. لما كسر الخبز عرفناه. عمواس، هذا أمر غريب جدا. السلام لكم. لماذا تخافون؟ ولماذا تشكون في قلوبكم؟ انظروا، ها هي يداي وقدماي، أنا بنفسي معكم، المسوني لتؤمنوا. الروح ليس له لحم ولا عظم هكذا. لقد أخبرتكم قبلا عن هذه الأحداث. يجب أن يتم ما كتبه عني موسى وما كتبه الأنبياء القدامى. هذا هو المكتوب: إن المسيح سيموت ويقوم حيا في اليوم الثالث، وباسمه يبشر برسالة التوبة وغفران الخطايا لكل الشعوب بدءا من أورشليم. وأنتم شهود لذلك، وأنا سأرسل لكم وعد الله الآب. فابقوا هنا في أورشليم حتى تأتيكم قوة من السماء. الله يبارككم ويحفظكم. دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض. اذهبوا إلى العالم أجمع وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يعملوا بكل ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى انتهاء الزمان. آمين. ويعلن الله في كلمته المقدسة عن المسيح الذي جاء ليخلص العالم. إن حياة يسوع المسيح تقدم الدليل على أنه هو الشخص الذي تكلم عنه الأنبياء،
فقد تنبأ إشعياء قائلا: هل عذراء تحبل وتلد ابنا؟ وقد تحقق ذلك بمولد يسوع بعد النبوءة بقرون كثيرة. وتبين كلمة الله أن القدوس المولود سيدعى ابن الله، مما يبين أن يسوع كان سيلقب بابن الله بالمفهوم الروحي لا الجسدي للكلمة. ويمكننا رؤية ذلك في حياة يسوع. لقد شفى المرضى وغفر خطاياهم وأعادهم للعلاقة مع الله ووعدهم بالحياة الأبدية مع الله. لقد قدم نفسه ذبيحة عن خطية البشر ثم قام منتصرا على الموت. قال يسوع: لا يقدر أحد أن يأخذ حياتي مني، لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن آخذها. ولم تحقق حياة يسوع نبوءات الأنبياء فقط، لكنها أكدت الحق الإلهي لكلمة الله. وقد قال الأنبياء: إن كلمة الله كاملة وأبدية. ويسوع نفسه قال: السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. جاء يسوع لكي يهبنا حياة غنية، لكن الإنسان عصى الله وهو في جنة عدن، أراد أن يعيش حياته بطريقته الخاصة، ففصلته أعماله عن الله خالقه. وتعلن كلمة الله: الجميع زاغوا وفسدوا، أجرة الخطية هي موت، وهو موت روحي وانفصال أبدي عن الله. ولكن كما قدم الله كبشا ليموت بدلا من ابن إبراهيم، أرسل يسوع المسيح ليموت بدلا منا، وقد أعادت حياته وموته وقيامته علاقة الله مع كل من يؤمن به. والآن كل من يتبع يسوع لا تغفر خطاياه فقط، لكنه يتخلص من دينونة الله الأبدية، ويضمن لهم الله الجنة والحياة معه إلى الأبد. هذه الحياة هي التي تتميز بالتحرر من سلطان الخطية، والتي يقدمها يسوع اليوم لكل شخص. ولا يعني هذا مجرد اتباع دين، بل هو اختيارنا أن نؤمن بيسوع الذي قال: ها أنا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه. وهذا يعني أن نرجع إلى الله واثقين أن يسوع سيدخل حياتنا ويغفر خطايانا ويجعلنا نحيا حسب مرضاته. ولا يكفي أن توافق على ذلك بعقلك أو تنفعل به عاطفيا، إننا نقبله بالنعمة بالإيمان كعمل إرادي منا. عندما يكون الناس مستعدين لأن يتبعوا يسوع المسيح، يمكنهم اللجوء والاعتراف إليه. إن كنت مستعدا لذلك، تعال إليه واقترب منه واعترف بخطاياك وتعهد بأن تتبعه. أيها الرب يسوع، أنا أحتاج إليك. أشكرك إذ مت على الصليب عن خطاياي. أنا أعترف بخطيئتي وأتوب عنها. وأفتح باب حياتي لك وأقبلك مخلصا وربا لي. أشكرك لأنك غفرت خطيئتي ووهبتني حياة أبدية. اصنع مني إنسانا بحسب مشيئتك، وأنا أتبعك يا سيدي. آمين. قال يسوع عن أتباعه: خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني. ولكي تختبر الحياة الغنية التي يعد بها الرب يسوع من يتبعوه، تحدث إلى الله بالصلاة، واقرأ أو استمع إلى كلمته، وخبر الآخرين عنه، وداوم على الشركة مع المؤمنين الذين يحبون الله يتبعونه. تذكر وعده العظيم:
دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر.